السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أكبر وحيا الله الجميع. سأل يعني نحال يشوف المرعى اللي عنده ومخزون أو مدخلات حبوب اللقاح اللي يدخلها النحل، أو يشوف براويز خبز النحل اللي جوا الخلية، وعلى ضوء ذلك يقرر. حياك الله أخي أبو حسين، وحيا الله جميع الإخوان. طبعا أول شيء، كل شغل النحال في النحل يعتمد على النظر لما يفتح ويفحص الخلية. على سبيل المثال، حتى ترتيب الإطارات لازم يفتح الخلية ويشوف علشان يقرر إن هاي الإطارات تحتاج ترتيب. ضغط النحل لابد يفتح الخلية ويقرر ان هذا النحل يحتاج ان احنا نرفع منه اطارات او نزيد له اطارات. ف80% من شغل النحال لابد يعتمد على الفحص. والله لو كان مثلا اني انا اقدر اقرر ان هذه الخلية محتاجة الى تغذية، او هاي الخلية محتاجة إلى ضغط، أو هاي الخلية محتاجة إلى توسعة من غير ما أنا أفتح الغطاء، راح يكون شيء ممتاز. ولكن للأسف هذا لا ينعمل به. فالنحل يحتاج إلى نحال يكون متواجد ومتمرس وخبرة. احنا دائما أو الأساتذة الله يجزاهم خير دائما ينصحون ان الخبرة ان شاء الله راح تكون متواجدة مع الايام والعمل داخل المنحل. فلذلك اثناء الفحص وكل يوم او كل فترة احنا نفتح الخلايا بنتعلم شيء جديد منها. ان كان مثلا قاصر مخزون نبدأ تغذية، ما موجود حبوب لقاح نبدأ ان احنا نضيف عجاين، في حبوب لقاح بكثرة نبدأ ان احنا نرفع. فشغل النحل استمرارية مع النحال. وحياك الله. حياك الله اخويا صالح والاخ اكبر، الله يجزيكم الخير. اسمحوا لنا بمشاركة في الموضوع ده، على الرغم ان احنا حدثنا احنا والاخ اكبر في الموضوع ده ربما من حوالي يمكن 4 5 ايام، ولكن نعيد تاني طرح الاجابة. السؤال بتاعك يا اخويا صالح، وهو عندك اطار خبز نحل والمرعى وقف، وانت شايف اطار خبز النحل ده في الخلية، تحط عجينة ولا متحطش؟ هقول لك الله يبارك فيك، من التجربة حط عجينة. طب ليه؟ لان الله يبارك فيك الملكة ليها باللي داخل لها، ملهاش باللي متخزن جوه. خلي بالك الملكة ملهاش باللي متخزن في الاطار، ليها باللي بيتم جلبه جديد. حلو، هديك مثال الله يبارك فيك. هل تعلم الله يجزيك الخير دلوقتي لو الخلية مثلا ما فيهاش ولا اطار خبز نحل، حلو، وعندك المرعى فيه شح وحاطط حبوب لقاح في البراويز، هل عمل النحل والملكة هيكون زي ما تحط حبوب اللقاح دي في عجينة سكرية والنحل يبتدي يسحب منها ويبتدي هو يشكل العجينة دي، او يشكل الحبوب اللقاح اللي انت وضعتها مع السكر في الاطارات ديت بالطريقه اللي هو شايفها صحيحه؟ بكل تاكيد وضع العجينه افضل من انك انت تحط حبوب لقاح تمام في البرواز. صحيح هو انت هتحط في العجينه ديت هي حبوب لقاح برضه، ولكن سحب النحل ليها وتوزيعه للعجينه ديت اللي فيها حبوب اللقاح بالطريقه اللي هو شايفها افضل من انت تحطها في اطار، وهو بالتالي زي ما هو محطوطه في الخليه وخلاص. دي نقطه. نقطه تانية الله يبارك فيك، وهي طبعا انا بقول لك على وجهة نظري من التجربة، الملكة لو وقفت وضع البيض على ما تيجي تقومها تاني وتبتدي تقول لها يلا اشتغل تاني، تجلس معاك ربما وقت حوالي 10 ايام 15 يوم تمام، بدرجة تطلع بالتدريج لحد ما تديك المستوى اللي انت عاوزه من البيض. انما انت كنحال لو لحقتها قبل ما تبتدي تقل او تضعف في وضع البيض باللي هي محتاجاه، هتخليها مستمره على الوتيره دي. هي بتبطل الوضع البيض ليه الله يبارك فيك، او بتقلل من وضع البيض ليه؟ اكيد في ظروف معينه، سواء كثافه نحليه قلت، سواء تغير في المناخ، سواء مرعى قل او مخزون قل، بالتالي بتبتدي تتراجع. انما انت لو جيت في الثلاث حاجات دولت تمام، او في اي مشكله النحل بيواجهها
وتفاديتها باسرع وقت هتخليها مكمله على الوتيره اللي شغاله فيها في وضع البيض. طبعا اخويا صالح الله يبارك فيه، كل واحد له وجهه نظر، كل واحد له طريقه عمله، كل واحد له وجهه نظر، كل واحد له طريقه عمله، واخد بالك؟ انا بقول لك على شيء من تجربه ومن الواحد شايف هو شغال بيه. الله يبارك في عمرك. الطرود الجديده تمام، لو انت عندك حتى مرعى ومستوى المرعى ده 100%، خلي بالك من الكلام، لو مستوى المرعى ده 100% والطرود ديت على 3 براويز تمام، احسبها حسبه بسيطه كده، النحل السارح اللي هيخرج للسروح في المرعى عشان يجيب حبوب اللقاح او يجيب الرحيق تمام، مستواه قد ايه مقارنه بالنحل اللي جوه الخليه وبيكون حاضن وبيخدم على يرقات. دي نقطه. حلو الكلام. عشان الخليه دي تتقدم معاك لازم تساعد الخليه دي. تساعدها ازاي؟ لازم تقدم لها المادتين، سواء الماده البروتينيه او الماده المادتين دلوقتي يا اخويا صالح الله يبارك في عمرك، سواء الماده السكريه او البروتينيه، لما انت تساعدها للتقسيمات الجديده ديت في داخل الخليه، انا بتكلم في داخل الخليه ماليش دعوه بالخارج، لان الخارج زي ما انا بقول لك حتى لو مستواه 100% احسب نسبه السارح والحاضن اللي هيقوم بالعمليه دي. دي هتكون معضله صعبه، عكس خليه 10 براويز لو جه مرعى 70% هتتقدم معاك بتقدم لا تتخيله، لان في سارح كتير بيقدر يروح المرعى تمام، وبالتالي في حاضن كذلك بيعمل جوه في تغذيه الارقاط. انما انا بتكلم على التقسيمات اللي هي 3 براويز وبروازين، لازم تساعدها مساعده داخليا تمام، سواء بروتينيه او سكريه، نسبه التقدم بتاعتها مقارنه بخليه ثانيه سايبه تعتمد على انها تروح وتيجي للمرعى هيكون اكبر وتوفر الجهد عنها والمجهود. اتكلم على شيء من تجربه ومن شغلنا. نقطه اخيره يا اخويا صالح الله يبارك في عمرك، لابد الاشاره ليها، اخر نقطه يعني، وبعد كده بقى سيبك بقى طول الليل لانه والله هكون منشغل كمان شويه. عامه الله يبارك فيك. بالنسبه الله يجزيك الخير، لما تيجي تساعد النحل بقى سواء وقت شح سواء تقسيمات اي وقت، الماده البروتينيه الله يبارك فيك ممكن تكون كارثه، ممكن تكون كارثه، وممكن يكون ملهاش لازمه لما تقدمها. تعتمد على المركبات اللي انت تحطها. المركبات اللي انت تحطها لو زي ما بيقولوا كده حطيت مركبات ممكن يكون الاسم كبير. حلو، يعني هديك مثال واتكلم برضو للمره الثانيه والثالثه والرابعه عن تجربتي انا. فول الصويا والحمص لو حطيتهم في عجائن ولا ليهم اي لازمه. ولا ليهم اي لازمه، انا بقول لك كلام انا جربته. طب حلبه مطحونه ولا ليها اي لازمه، دقيق ولا ليها اي لازمه تمام، حتى لو النحل استهلكه ما بيدكش نتائج داخل الخليه. حلو الكلام ده كله، خلي بالك مهم. طب اللي بيديك نتائج داخل الخليه ايه؟ من تجربتي انا، لا اما حبوب لقاح من منحلك تمام ويتم طحنها، لا اما خميره سواء جافه او خميره خبز ويتم طحن الخميره الجافه. دولت المادتين اللي بجد بعديهم مش هتلاقي، الا بقى طبعا اوروبا تختلف. اوروبا بيكون اصلا في شركات مخصصه للموضوع دوت وبتديك منتجات جاهزه للاستخدام مباشره، انت بتروح تعجنها في المنزل مباشره بيتم استخدامها. حلو، وانا عن نفسي انا بحب اجهز الحاجات بالاخص المواد اللي بتقدم اللي انت بتقدمها للخليه تغذيه داخل الخليه، اقدمها انا بنفسي بايديا. حلو، صدقا لو بتتباع بره بريال واحد انا مش هشتريها، بالاخص للغذاء اللي النحل بيتغذاه، لان انا ما بضمنش في الوطن العربي بالاخص عشان يكون كلام صريح، يعني في الوطن العربي ما تكونش واثق في الماده الغذائيه اللي بتشتريها للنحل، صنعها انت بيدك سواء عجينه او مواد سكريه او اضافات. طبعا فيما يخص المكافحه والامور الاخرى ديت مضطرين نشتريها، هنعمل ايه؟ مش هنعرف نصنع فورميك ولا اوكزيليك ولا المواد دي. الله يبارك في عمرك، مشكور، ونسيبك بقى في رعايه الله لانه والله منشغل شويه دول. مشكور يا اخويا. السلام عليكم اخواننا حالين. بالنسبه للفاروه انا الحمد لله ما عنديش فاروه، واستعمل ملح مع التغذيه، كل 50 كيلو بحط انا معلقتين ملح او اقل شويه، معلقتين ملح كبار، 10 كيلو ونص معلقه كويس. خلطها طبعا بالميه، نحط الملح مع الميه بالاخر مش بالاول. وانا ان شاء الله انه اقول انه راح نخلص من الفاروه خلال شهر شهرين ثلاث، وفي ناس بدهم يستعملوا الملح وان شاء الله انهم يستعملوه وما يكون عندهم فاروه، الفاروه ان شاء الله تنتهي من النحل، يكون سبق ان شاء الله. والاجر الي ولاخواننا حريم.
انا بديش اكون اناني بعطاء المعلومه او حتى الاجر. الاجر الي ان شاء الله هذا الاكتشاف اذا صحيح. يعني انا الحمد لله الان يعني 15 سنه اكثر من هيك كمان انه ما عنديش فاروه ومتريح منها، وان شاء الله كمان كل اخواننا حالين والملح بعده بسيطه يعني ومش غاليه وما تاثر على النحل، والنحل يحب المي المالحه مش المي العذبه، وكمان تمنع تغير السكر رجعه لحالة السكر مره ثانيه الملح، فيعني له كثير ميزات وان شاء الله خير وما نكثر كثير ان شاء الله، وكون سبق واجره الي ولاخواننا حالين. اشكر جميع اخواننا حالين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي عمر، الله يبارك في عمرك، الله يجزيك الخير. اسمح لي بمداخله وتعالي على كلامك، الله يجزيك الخير. وانت بتتكلم ان اضافه معلقتين ملح على 50 كيلو سكر في التغذيه بعد شهرين مش هتلاقي فروه. اولا الله يبارك في عمرك، مشكور على كلامك، ولكن كلامك دوت من وجهه نظر الله يجزيك الخير، يعني من وجهه نظر انا ملوش علاقه بالموضوع خالص، وانا شايف ان هو كلام خطا بنسبه مش 100%، مليون في المليون كلام خطا. طب ليه كلام خطا؟ الله يجزيك الخير، انت بتتكلم دلوقتي سواء اضافه الملح او اي ماده النحله هيتناولها وهتكون غذاء، انا اخش امعاء النحله تمام. الفروه فين؟ الفروه على ظهر النحله. حلو. فالله الله يبارك في عمرك اللي يسقطها روائح شديده زي مثلا الروائح اللي في الاوكزليك بالتبخير او في الفورميك اسيد تمام، او السيمول او المنتول، الروائح دي بتعمل تساقط للفروه وبتموتها. حلو. انما هل دلوقتي انا لو قدمت بعض من السيمول على التغذيه ده هيوقع الفروه؟ ما هو ليه علاقه تمام. احنا بنحط ساعات سيمول على العجينه او بنحط سيمول على التغذيه، طبعا كميه مدروسه واشار بالشيء دوت دكتور احمد عبود. حلو الكلام. ولكن هل ده بيأثر على الفروه في التساقط؟ لا، لان ده بيخش مع النحله. حلو. كذلك الملح ده شيء الله يبارك في عمرك، وهو النحله اصلا في الطبيعه او في العام تمام بيجيب من الاملاح المعدنيه اللي متواجده في الاراضي وفي المزارع تمام. تاني شيء الاخوه اللي في منطقه الخليج الله يجزيك الخير دايما باستمرار اصلا بيجيبوا ميه للنحل تمام. مش عارف انت هتفهم المصطلح بتاع ده ولا لا، حاجه اسمها دنات وتنكات ميه بيجيبوها ويعبوا حاجه اسمها القربه. حلو. بيكون جايه ميه من الابيار وبتكون في معظم ميه مالحه ومع ذلك فيه فروه. فكلامك الله يبارك في عمرك ملوش علاقه نهائي بموضوع الفروه، عشان بس يكون كل شيء وكل النقط على الحروف. حلو. النحل عامة بيجيب الأملاح أو الملح دوت من الطبيعة موجود، بيجيب احتياجه تمام. ده داخل المعدة، الفروة على ظهر النحل. ممكن الله يجزيك الخير لو بتقول تركيب مصايد حبوب اللقاح بتقلل من نسبة الفروة، أقول لك صح، كلامك صح. ليه؟ لأن النحلة السرحة اللي داخل الخلية وخارجة سواء بتجيب رحيق أو حبوب لقاح تمام، بسبب دخولها للعيون السداسية اللي هي بتاعة مصايد حبوب اللقاح يحدث بعض الاحتكاك مع الفروة يحدث تساقط. اقول لك كلامك صح. انما تقول النحل الملح في غضون شهرين هيمنع الفروة نهائي، اقول لك راجع كلامك تاني الله يبارك في عمرك، عشان ما حدش مبتدئ يسمع الكلام ده ويتضرر تمام. هتسيل امام الله على الشيء ده. مشكور ليك كل احترام وتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخي. اخي اول شغلة يعني الملح لحفظ الأشياء، يعني لحفظ معروف، يعني الملح بيستخدموه للحفظ، ما هو أنه بيستخدموه لمكافحة حلم البارو. هل الملح يعني فيه مادة عطرية بيأثر على حلم البارو؟ هل الملح حامضي بيأثر على حلم البارو؟ هل الملح فيه شيء، أعطينا شيء يعني أنه شيء يثبت تجربتك هاي، لأنه أنت عم تنصح أخي في أما يعني في معنا أخونا حالياً بيكونوا مبتدئين، يعني أنه يمكن يروح يطبق هذا الشيء عنده وينظر، يعني بتكون أنت السبب بهذا الشيء يا أخي. يعني الملح ما فيه شيء، الملح عبارة حافظ بس بيحفظ كونه كملح بيحفظ الشغلة حتى ما تفسد بس. يعني كيف بتكافح في حلم البروة وعب تنصح، وخاصة اللي عندهم درجات حرارة عالية انه حطوا ملح؟ يعني والله ما بعرف، يا ريت لو انك هيك تصور
تعطي نسب والمقادير والدوز وقديش مثلا بتحط اي الكميات وقديش بتقدم الكميات للخلية يعني الا هيك حي الله حطينا ومشينا يعني ما بيصير يا اخي، ما بيصير يا اخي. اخي حتى استاذنا المرحوم ابو انس رحمة الله عليه والدكتور عبد الرحمن الله يجزيه الخير ما حبب انه يستخدموا الاوكزاليك اسيد مع المحلول السكري وتقديمه مع التغذية، هذا حذر وهذا منه يعني، علما انه احنا مثلا في عنا طرق بنكافح فيه حلم الباروة، يعني لتر محلول سكري على 35 جرام وممررش على ظهر النحل بممرات النحلية، هون النحل بيصير يلعبط بعض ويحتك بهاي المادة بتتساقط الفارو الموجود على جسم النحلة، لكن اللي داخل العين السداسية ما بيأثر عليها شيء. ليش؟ لأنه مغلقة ما بيأثر عليها إلا الفورميك أسيد، والفورميك له درجات حرارة خاصة، هيك علمونا وهيك تعلمنا وهيك طبقنا وهيك عم نستفاد، له درجة حرارة من 18 ل 28. يعني كيف انت هلا بتستخدم الملح وبتنصح بطريقة الملح يعني قلت معلقتين ملح، طيب معلقتين ملح ما اختلفنا، قديش عم بتحطهم على كم لتر؟ على كم لتر محلول سكري او على كم كيلو عجينة او كيف الطريقة؟ يعني اعطينا الطريقة، معلش اعطينا الطريقة، اعطينا الطريقة بس خلي يكون الكلام واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي بحترمك كشخص وبحترم رأيك، لكن صدقني تجربتك ما بحترمها ولا باخذ فيها شيء نهائيا. يعني دائما المعلومة، يعني المعلومة بتكون خاصة بمنطقة وبدرجة حرارة، يعني والله ما بعرف، يعني اللي عامل تجربة على شيء ومثل ما بقول ومستفاد منها وعاطي نتيجة، يعني هاي أول شغلة بتنعرض على العامة على كل الجروب. يعني ما تخصص انه والله بمنطقة حارة عندك يا اخي، في 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 بلدان فيها مناطق حارة، ما بقول لك لا. طيب اعتبر انه الفاروة اتواجدت عندي بدرجات حرارة تحت 30 يا اخي، تحت 30، وفي عندي استفحلت الفاروة، اهمال مني واستفحلت الفاروة عندي ودرجة الحرارة يعني 30 35 او اقل شوي. واذا بدي اخذ انا بنصيحتك اللي بتتفضل فيها، كيف انا بدي كافي حلم الباروة الا بطريقة هذا الملح وبده درجات حرارة عالية؟ يعني ما بعرف، يعني بدي انطر لحتى تتعلى درجات الحرارة لاجي كافح حلم الباروة؟ هون بهالحالة بدي ظل عندي نحل وعلما دورة الحضنة تبع حلم الفاروة 8 أيام والحبة بتصير 6؟ يعني تخيل انت اخي، تخيل معانا. يعني اخي الله يجزيك الخير، انت عم تنصح، ما انا معك مش ضد، لكن الشيء اللي بتتكلم فيه اخي ما نوع علمي، يعني ما بيقبله العقل. اعتبر انه انا عندي درجة الحرارة ما بتصل ل40 وعندي فاروة، شو بعمل؟ انصحني الله يجزيك الخير، هات لأشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ أبو محمد والأخ محمد المصري، حياكم الله وأسعد الله مساءكم. فإذا قبلتموني أنا حبيت أني نشارك معكم في الرد على الأخ اللي ممكن أخوي محمد المصري قال هو منضم لمجموعات باليمن وجاب معلومة بأن إضافة الملح في التغذية يعني من يعني هو بالملح هو يكافح في حال الفاروة أو القضاء عليه، فهذا شيء يعني بالنسبة لي أنا وعلى حسب ما أنتوا رديتوا أنتوا الأخ أبو محمد والأخ محمد المصري، هذا شيء خارج عن المنطق، خارج عن المنطق. الأخ أبو محمد أنت طلبت من الأخ اللي جاب المعلومة وبأن يعطيك مقادير، يعطيك نسب، يعطيك شيء من تجربته بالكلام اللي جابه، فما يحتاج، لسبب هو من خلال ملفاته الصوتية اللي نقلها أخونا محمد المصري جاب معلومة وقال بأن إضافة الملح إلى التغذية يكافح الفروة عن طريق
تغذي أو تغذي حلم الفاروة على الغذاء اللي جاي من هذه التغذية، على الغذاء اللي تضيفه شغالات اليرقة. فمانيش عارف إذا كان في حالات درجات الحرارة العالية أو المتدنية تقريبا هو قال أو شيء، هو لما يمتص الملح فيتأثر الفاروة اللي هي في عمر صغير هو جابك. فالمعلومة اللي جابها هذه معلومة خاطئة، وما فيش أي دراسة من الدراسات اللي أجريت على تغذية أو كيفية تغذية الفاروة داخل العيون السداسية مع المغلقة أثبتت الشيء هذا نهائي. هو في دراسات تقول بأن الفاروة تتغذى على السائل الدموي لليرقة، وفي دراسات تقول بأن الفاروة تتغذى على الطبقة الدهنية، تعمل ثقب في جسم اليرقة وجسم العذراء وتتغذى على الطبقة الدهنية لجسم اليرقة. فكون أن الفاروة تتغذى على الغذاء الذي تصبه النحلة مع اليرقة فهذا شيء ما فيش منه، غير موجود، لا في علم ولا في خبرة. فأعتقد أن الأخ يعني مش عارف، هل المعلومة مش عارف منين جايبها وكيف طبقها وكيف أعطت عنده نتائج. فالموضوع كله بالنسبة لنا خارج على المنطق. الله يهدي، يعني الله يهدي، يعني شيء زي معلومة وزي أخونا اللي جاب المعلومة هذه، فممكن في جميع يعني مجموعة محتوية على مبتدئين كثر، وممكن يوم ما يسمعوا المعلومة هذا ويطبقوا ممكن يضر من أحدهم. فالمطلوب منا إذا كان هو ما زال مصر على أن ما زال مصر على أن إضافة الملح يكافح الفاروة بخلاف الدراسات وبخلاف العلماء، فزي ما أنت طلبت منها أخونا أبو محمد يثبت لنا الكلام هذا، يعطينا إثبات، يعطينا أساس علمي على الشيء هذا. وحياكم الله، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك أخ الكريم على التنبيه والتوضيح. حقيقة هذه معلومة غريبة، يعني ما أدري من فين استقوها إضافة الملح على السكر لمعالجة الفاروة، معلومة غريبة حقيقة، الله أعلم. ولكن أنا نعرف أنك تضيف الملح على السكر أنه يعني يصير في تفاعل كيميائي في غازات وفي انفعالات، يعني الملح مع السكر ما يقبل بعضها البعض، في تناقض. فكيف يكون علاج، يعني كيف تتغذى عليها النحلة، كيف تقبل معدة النحلة يا أخوان؟ قد يكون يعني ملح مو ملح الطعام اللي نعرفه، أو يكون بنسبة ضئيلة جدا، حتى لو كان بنسبة ضئيلة. ثاني شيء يا أخوان، دائما نسمع يعني الفارو، معالجة الفارو. يا أخوان الفارو ليس يعني بكتيريا، الفارو طفيل عالق، يعني إذا أصيبت خلية ممكن ما يهلك هذه الخلية وتسبب له أضرار كبيرة إلا بعد سنتين ونصف، وهذا ما قرره العلماء ليس من كلامي. فتقدر تعالجها بطرق طبيعية، حتى تقدر تعالجها بطرق طبيعية إذا كان عندك يعني عدد بسيط 10-20، ليس للخلايا الاقتصادية اللي تعتمد عليها اعتماد كبير. فممكن تبدل الخلية بخلية جديدة، اللي طلعت هذه تتخلص منها بحضنتها، ما عندك مشكلة، النحل حيعوض، وتعطي شمع إطارات جديدة، عفوا ممطوطة يعني مخزنة عندك مسبقا. لا تأخر الفاروة، الفاروة يعني سهلة السيطرة عليها، عندك المساطر متوفرة في كل بلد، لها فترة تهريب ممكن تتقيد فيها 3 شهور، ممكن يسجلوا لك على العبوة شهر. يعني المساطر هذه رخيصة، رخيصة جدا، في متناول الجميع، وتعطي فعالية عالية. عندكم أشجار في كل البلدان العربية، الشفلح هذا أنا مجربه دائما، وعندك الكافور، وعندك البزرومي، الأوراق النوامي الصغيرة هذه تأخذها وتصنع منها عجينة وتربطها في خيشة وتحطها تحت الإطارات، فيها زيوت طيارة منفرة الفاروة،
ممكن تعالجها بالإضاءة، يعني مثلا مع اعتدال أجواء افتح الغطاء اتركه ساعة ساعة ونص، خاصة يعني فترة الظهيرة أشعة الشمس بشكل عمودي تعالج. عندك زيت الخروع على ورق الكراسة العادي، يعني زيت الخروع ما فيه سوبر ماركت قريبة ممكن لفيها، هذه كلها تكافح. لو تستمر على زيت الخروع اللي هو يعني متوفر عندكم وكراس ورق عادي، لو استمريت عليها يعني باستمرار لمدة شهر شهر ونص راح تقضي على أبو الفاروة. وما هو بكتيريا يعني داخلية تعيش داخلها مع النحلة مثل الأكارين النزيميا، هذا طفيل متطفل. والله بعض الأحيان لما تجينا إصابات إني أرفع إطار إطار ونومة على الخلية وبالملقاط الطبي النحلة اللي فيها فاروة أمسكها وارميها في الزجاجة، خاصة عندي يعني لما يجورون نحالين جديد ويعني مع بداية ظهورها ما عندك مشكلة، يعني ما هي صعبة ولا هي معقدة إنك تخترع ملح على سكر، هذا يعني الشيء بيصنع ذا. وش هي معدة النحل اللي تتحمل ملعقة سكر؟ دائما يا اخواني حتى المساطر اللي تاخذها من عند ماركات عالمية جرب على خلية واحدة فقط وشوف نتيجتها. علاجات الأكارينا، علاجات النوزيم، جرب على خلية واحدة. التغذية داخلية اذا كان يتطلب انك تضيف على التغذية جرب دائما، تسمع من دكتور، تسمع من نحال ممارس عنده خبرة عنده تجارب، جرب على خلية واحدة فقط وتابع النتيجة. إذا كانت ذات فعالية عالية فممكن تعممها على كافة الطوائف. ذكر سنة من السنوات جتنا فاروة وجتنا في نفس الأسواق اللي عندنا، جتنا فاروة مساطر للفاروة صينية، يعني شركة جديدة ليس الشركات المعهودة، فاستخدمتها لكافة الطوائف المصابة فتسببت بهلاك كثير من الملكات. والله يا أخواني بعد يعني يمكن تقريبا ساعة ساعتين رجعت للمنحل إلا الملكات أسفل الخلايا، كل خلية أسفلها ملكتها النحل متكور عليها. قمت بالتقفيص عليها، بعضها يعني تعرض لإعاقة النحل ما قبلها وفشلت وكذبت عندي خلايا كثيرة بسبب هذا الموضوع. اكتشفنا بعدين انه من المفترض انك تحط ربع شريطة ما تحط الشريطة كاملة، المادة الفعالة تركيزها عالي جدا، فيعني ظهرت عنها زيوت طيارة اثرت على الفرمون الملكي، يعني صار سبحان الله النحل يعتبر الملكة هذه حشرة غريبة دخلت الطائفة، بدل ما كانت هي اللي تعطيهم الفرمون صارت ما ادري ايش السبب تحديدا، ولكن هذا الشيء اللي حصل. فحقيقة ندمت يعني، بعدين تعلمت من الدرس هذا اي وصفات حتى لو كانت منتجات، يعني هذا منتج، هذا ليس كلام شخص، هذا منتج اشتريته من السوق ضد الفاروة. بعدين عدنا التجربة ولكن على ربع شريطة، الشريطة هذه نقصها ثلاث أجزاء ونستخدمها وطبيعي لم يحدث، يعني ما لم تتكرر هذه المشكلة معنا. فدائما يجرب على خلية واحدة. السلام عليكم إخواني وأسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. حياك الله أخي أبو حسين وحيا الله الجميع. طبعا بخصوص استخدام الملح لمكافحة الفاروة، وأخونا الكريم اللي تفضل بالملفات الصوتية إنه هو بكافح الفاروة باستخدام الملح، طبعا يعني نقطة واحدة، هناك بعض الأدوية التي تستخدم إلى بعض الحيوانات اللي موجود عندها غدد عرقية، نفس الجمال نفس أعزكم الله الكلاب، وهذا بيأتي على هيئة حقن بتنعطى تحت الجلد، مو في العضل وإنما تحت الجلد،
بحيث ان هذا الغدد العرقية والعرق لما ينفرز ينخلط مع هذه المادة الفعالة في هذا الدواء ويبدأ أن يكافح فيه القراد إن كان للجمال أو إلى الكلاب أعزكم الله. ولكن في النحل، النحلة حشرة لا تمتلك غدد عرقية، فلذلك كل ما يدخل في المعدة يطلع على هيئة براز أو أنه يختلط بالغذاء. ففكرة الملح أن مثلا يكافح أي شيء ثاني هذه فكرة غير صحيحة ولا تنطبق على النحل بتاتا. الشغلة الثانية أن مثل ما تفضلوا الأساتذة جزاهم الله خير أن الفاروة تكافح بواسطة الزيوت العطرية أو التبخير من الأحماض الطبيعية، وليس لأن التنفس مالها جدا صغير ويتأثر بأشياء كثيرة، حتى بالتدخين ممكن أنك أنت تكافح الفروة، وإنما عن طريق المعدة أو الأكل أو أي شيء موجود في الأكل. فهذا للأسف معلومة غير صحيحة، وحياك الله. السلام عليكم، أشكرك جزيل الشكر الأخ أستاذ محمد المصري. أنا في الصحة جيدة وأحوالي جدا حسنة، هم كمان أنا أسأل عن صحتكم وأحوالكم. أخي أستاذ محمد، ما أدري اللي يتكلم عن الفروة والملح، بصراحة ما افتهمته بوضوح، يعني بشكل واضح لم يصلني الفكرة كيفية استعمال الملح اللي قتل الفروة. وباعتقادي وحسب خبرتي لا نستطيع أن نستعمل ملح بتاتا، لأن الملح يؤثر على الحضن المفتوحة ويموعها، أي يزيلها، أي يموتها، أي شيء يشبه اليرقات أو الحضنة، يعني حتى ولو ما عدا النحل أي شيء آخر، إن الملح يؤثر ويموع، يعني ينصهر عندما يلمس الملح جسمها، يعني ينتهي مثل التيزاب، مثل التيزاب إذا تضع على التراب شلون يفور، كذلك الملح إذا نضع يعني يصل للحضنة يموع الحضنة، يموت حالا فورا. لهذا نحن لا نستعمل حتى الملح في المحلول السكري، ما نضعها، واللي إذا نضعها يمكن خاشوقة أو كم غرام، يعني غرام أو غرامين لكل لتر، يعني بصورة قليلة قليلة جدا. وهذا أكثرية نحالي ما يستعملون الملح اللي محلول حتى في المحلول السكري. فلهذا أنا أقول الملح لا يستعمل لمكافحة الفاروة بسبب لكي يؤثر على اليرقات. وشكرا أستاذ محمد.